السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام مشاهدتي الكريمات. في حلقة اليوم غادي نتكلموا على واحد التحليلة جد رائعة اللي من خلالها غتبين لك واش الجسم ديالك به التهابات كذلك واش به عدوى سواء فيروسية أو بكتيريا أو طفيليات للبارازيت. كيف ما شفتوا معايا في حلقة سابقة كنا تكلمنا فيها مجموعة من التحليلات الدورية اللي خصنا نديروها على الأقل مرة في السنة، من بينها القياس ديال السكر التراكمي، القياس ديال الجليسيمي عند الصيام أو نسبة السكر عند الصيام في الصباح الباكر، تكلمنا كذلك على القياس ديال الوظائف ديال الكلي اللي هي الكرياتين التنين واليوري بالاضافه الى التريغليسيريد يعني الدهون الثلاثيه. في حلقة اليوم ما نساوش كذلك الضغط الدموي، فهناك مجموعة من التحليلات اللي خصنا نقوم بها دورية كل سنة على الأقل سواء للسيدات أو الرجال، خصوصا إذا تجاوزنا العتبة ديال 40 سنة. كما كتلاحظوا هذه الانفيس كنا سبقنا شرحنا وغتلقاو الرابط ديال الشرح ديالها أسفل الفيديو. حلقة اليوم كما قلت لكم غنهضروا على واحد التحليلة اللي خاصة بالفحص ديال البروتين السي التفاعلي ولا السي ار بي ولا البي سي ار باللغة الإنجليزية. فهذه التحليلة من خلالها يمكن لك تعرف واش الجسم ديالك به التهابات، واش به عدوى كما قلنا فيروسية أو بكتيريا أو أي سبب آخر. فهاد التحليلة ديال السي ار بي أو بروتين سي رياكتيف من خلاله يمكن لك تعرف أن الجسم ديالك واش به التهابات. فأقل من 6 ملي غرام بار لتر هذا دليل على أن الجسم ديالك ما فيهش التهابات، ما فيهش عدوى. في حالة لقيتي قراءات أكثر من 6 ملي غرام بار لتر باغ اكزومبل غتلقى 12 ولا تلقى 6 تلقى 20 18 30، فهنا كيدل على أن الجسم ديالك به التهابات وخاصك تعرف السبب وتستشر الطبيب باش تعالج هذا المشكل ديال الالتهاب، لأن الالتهابات إذا استمرت مدة طويلة فهي تتحول إلى أمراض خطيرة، تحول إلى سرطانات، تحول إلى جلطات للقلب، جلطات للدماغ، قد تسبب لك سكتة، قد تسبب لك انسداد الشرايين ديالك أو تتطور إلى أمراض أخرى خطيرة، التهابات مزمنة أو التهابات الحادة، فخاصها تعالج في اقرب الاجال ونقضيو على المسببات ديالها. فالجسم ديالك في حاله اللي كتحس بالام مستمره للعضلات، كتلقى العضلات ديالك مكسره، كتلقى الالام ديال المفاصل، كتلقى كذلك التهابات ديال الركب، كتلقى التهابات ديال البشره ديال الوجه، كتلقى الحبوب، كتلقى الحبوب في الظهر، اضطرابات في النوم او ارق، كتلقى عياء مستمر او كما كيتسمى الفاتيك كرونيك، يعني ديما عيان ديما ما قادرش تفيق من النعاس، فاكيد الجسم ديالك فيه التهابات، خاصك تعرف شنو هو السبب. ومن خلال هذه التحليله اللي كنهضروا عليها ديال السي ار بي فهنا كتعرف واش كاين التهابات ولا اسباب اخرى. فالالتهابات دائما نتكلم عليها في الكثير من الحلقات ديالنا، وكنت نتكلموا كذلك على مضادات الالتهابات اللي خصنا نتناولوها في الاغذيه بشكل طبيعي لانها كتوقي وكتقضي على الالتهابات بشكل كبير وكتقوي المناعه ديالنا. الالتهابات غالبا كتكون السبب ديالها هو اجسام داخله في الجسم ديالنا سواء فيروسات او بكتيريا او جراثيم او طفيليات. هنا كتخلق لنا واحد الاستجابه مناعيه، وهاد الالتهابات راه هي اليه طبيعيه للجسم باش انها تصد هاد الهجمات الخارجيه. هنا كيوقع تورمات احمرار، كيوقع تدفق الدم بشكل كبير، كيلقاو عقد او كرات تحت البشره ديالنا، كيلقاو كذلك الام في منطقه من المناطق المعرضه للالتهابات، كيلقاو باقي الاعراض اللي تكلمنا عليها. الالتهابات المزمنه اللي خصكم تعرفوا ولا الالتهابات الحاده المزمنه، فاذا استمرت مده طويله فهي كتضعف لنا المناعه بشكل كبير. والاسباب الالتهابات كما قلنا غادي تلقى السكر بطبيعه الحال، لان السكر التناول ديالو بشكل كبير سواء في المخبوزات او السكر العادي اللي كنتناولو السكر الابيض فهو كيرتبط بالبروتينات والدهون وكيخلق لنا استجابه مناعيه وكيرفع لنا التهابات ديال الجسم ديالنا. كذلك الانسولين المرتفع بشكل مستمر، الانسولين حيت كناكلو سكريات كثيره فالانسولين كيكون مرتفع فاكيد كيسبب التهابات كثيره وكيزيد من الفرص ديال الالتهابات وكيضعف المناعه وكيخلق لنا مشكل. الزيوت النباتيه اللي فيها الاوميغا 6 ولا الاوميغا 6 ترفع كذلك الالتهابات. الحبوب اللي فيها الجلوتين، الحبوب اللي فيها الجلوتين فالجلوتين يضعف الجسم ديالنا، يضعف المناعه، يرفع من الالتهابات. وما نساوش السمنه، السمنه فهي ترفع التهابات وتسبب العديد من الديزيز او الامراض المتعلقه بالقلب والشرايين، امراض ديال القولون، الامراض ديال العظام. ما نساوش كذلك واحد المرض اللي كثير من الناس ما كيعرفوش ولا خلل في الجهاز الهضمي خصوصا في الامعاء الدقيقه اللي كتسمى ارتشاح الامعاء، فهنا كيدخلوا لنا عناصر داخل المجرى الدم وكيخلق لنا استجابه مناعيه وكيرفع لنا التهابات، وهذه التهابات هنا كتزيد تطور المشاكل اخرى اخطر. قله النوم من بين الاسباب التي تسبب التهابات وكيتمنع من تجدد المناعه ديالنا وكذلك الخلايا ديال الجسم ديالنا، وبالتالي تضعف الجسم ديالنا بشكل كبير. فضروري نعرفوا سبب القله ولا الاضطراب ديال النوم. الاغذيه المعلبه اللي فيها الملح الصيني، الاغذيه المعلبه او المصبره ففيها المونوصوديوم الجلوتاميت فهو يسبب التهابات خطيره للجسم ديالنا. ما نساوش الضغط النفسي او الستريس يضعف المناعه، يرفع الالتهابات. بعض الاغذيه
فالأغذية بين الألبان، الألبان البقري ديال البقر، فهي ترفع الالتهابات بشكل كبير. إن فوا كتحس بهاد الأعراض اللي تكلمنا عليها، فخصك تقوم باستشاره الطبيب ديالك ودير هذه التحليله اللي تكلمنا عليها، اللي غالبا غيطلبها منك، ديال البروتين السي رياكتيف ولا السي ار بي، اللي من خلالها كيعرفوا واش كاين التهابات في الجسم ديالك. وفي حالات الناس اللي عندهم امراض مزمنه بحال السكري والضغط الدموي، اللي عندهم تريغليسيريد ولا كيديروا واحد العلاج معين عند الطبيب، فهاد التحليله كيطلبها لهم باش يشوف مدى الاستجابه ديال الجسم ومدى انخفاض ديال هاد الالتهابات. فبطبيعه الحال باش تقلل من هذه الالتهابات خاصك مضادات الالتهاب، مضادات الالتهاب يمكن لك تناولها على شكل ادويه او مكملات غذائيه بحال الاوميغا 3 اللي غتلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو، كذلك الزنك كتلقى العديد من المكملات، ولا تناولها بشكل طبيعي في الاغذيه ديالنا اللي دائما نتكلم عليها في مجموعه من الوصفات الكثيره في القناه ديالنا، من بينها الاسماك، خصوصا الاسماك اللي فيها الاوميغا 3، كذلك المكسرات بجميع الانواع ديالها، الفواكه والخضار، والنوم الجيد وتجنب التدخين. فاكيد الا تجنبتي التدخين وكان عندك واحد النظام غذائي صحي وقللتي من السمنة، فهنا غادي تقلل من الالتهابات بشكل كبير. زيادة الوزن تسبب التهابات بشكل خطير، تناول بعض الحبوب كمنع الحمل اللي فيها هرمونات كترفع هاد السعر بشكل كبير. هاد البروتيين خاصكم تعرفوه كيتفرز من طرف الكبد باش كتكون التهابات وواحد الكميات كبيرة، تجنب كذلك الكحوليات فهي تسبب كذلك ارتفاع ديال السعر بي وتسبب ارتفاع في التهابات ديال الجسم ديالنا. نتمنى تكون حلقة اليوم على سير بينات الإعجاب ديالكم، إن كان كذلك اضغطوا على زر لايك ومشاركة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.